اولا السلام عليكم، نتشكر عليك نوخ التواصل النومي ديال الساكنه المطيب. المشكل الحالي وهو السوق البلدي ينزار لمده تقريبا 10 سنوات، قام يكمل البنيه النس ومازال ويا عظيم مازال يودان تعانى كتجار الخضروات وتجار السرمان. وذنشي نعاود كساكنه نعزو يازم السوق، لان باش نشي انا وحاجه الصفا، انا وحاجه تنقى السرمان الخضروات التجار مساكين قد عانى نجل المعاناه تسمى مغايه الطشك تاع الزين نشين كساكنة، لأنني هني ذني تم مش مبيت جل جورة تفوش ترى ذن زعر ذا سميد ذا ما ذكر شيء شد ديسن. نطالب زي المسؤولين المجلس البلدي هذا عزون الحل التجار مساكين يوذانا إذا يتعانن كفاهم غي الأزمة الاختناق التجارة بزاف المشاكل اللي زيتعانا نغنيين عاني ندير المشكل السوق يعني تقريبا 10 سنين ويا عظيم يعني مشكل لا اله الا الله وحده ولا شريك له. السوق الاخرى على حالي تخصص الاصلاح زي جديد عاود ثانيه كيتبان اللي كيتسمى هو يستفدوا له وشا لا اله الا الله. نتمنى زي المسؤولين زي المجلس البلدي هذا صناعز من السوق وانيتا هذا صناعز من السوق ادرقني وداني بوفري هنا عيشنا صاحبي قحشومه عيب وعار صاحبي عيب وعار 10 سنين زقوم يكمر من السوق المجلس البلدي والمسؤولين عظمة السوق واي وذانا يبوفري ثنينا ما استهلنا الدق التجارة ما نشين كساكينة واستهلنا السد نسوق نسغيش نحاج تزقجهم مشان ينقايشنا ها ما غا البلدية نغني المدن نغني القرى نغني مرة عظمة الأسواق نشين لا السوق النموذجي لا السوق البلدي أين ذي وذان وديك فول مشروعات تبلع مع 10 سنين تجمع وذان تكرز عند الشارع أصاحبي.